موضوع مرتبط بالسجن الاجتماعي الموحد، وهل تخلت الحكومة على الناس دراميت؟ الجواب لا، لم تتخلى إطلاقا، بل الحكومة ملتزمة بأن هاد الناس اللي كيخضعوا لهاد الفئة اللي ما عندهمش غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك. أنا نعطيك الأرقام، إلى غاية 11 أبريل 2023 عدد المسجلين سواء كانوا أرباب أسر أو ذوي الحقوق بلغ 9,720,264، أي بنسبة انخراط تقريبا 91%. وهذا الموضوع غير ما مرة تحدثنا عنه في هذه الندوة الصحفية أو في مناسبة أخرى، قلنا بأن هناك إمكانيات كبيرة عند الناس سواء اللي كانت البطاقة منتهية أو للناس اللي ما جددوش البطائق ديالهم، يتصلوا إما عبر الرقم الهاتفي اللي كاين أو عبر الاتصال بالمصالح المختصة لإعادة التسجيل. بخصوص الملفات، 47,692 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة بخصوص هذه الفئة هذه ديال لراميديس، الناس الذي تؤدي الحكومة في مكانهم المساهمات ديالهم المتعلقة بالحماية بالتغطية الصحية. 54,386 ملف تم التكفل به بغلاف مالي يقدر ب 841، أي حوالي 842 مليون درهم. 5,654 شهادة للتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدواء بغلاف مالي قدره 58.77 مليون درهم. 711,846 ملفا تم إرجاع المصاريف المرتبطة بها بغلاف مالي يقدر ب 764.41 مليون درهم. واش هذا ماشي تكفل؟ هذا تكفل بهذه الفئة، وهذا التزام عند هذه الحكومة لكي تحافظ على هذه الفئات، لكي تحافظ لها على كل الحقوق اللي كانت عندها. وهناك حقوق جديدة خاصة حينما يتعلق الأمر بالقطاعي بالاستشفاء في القطاع الخاص. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.